قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تستجلب مواد هلاك العبد، أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت، ولا بد. نعم الله، الذنوب أمراض وجراحات، ورب جرح أوقع في مقتل. الانتباه الانتباه، ومن وقع في ذنب فليبادر إلى التوبة قبل أن يطمس على قلبه أو يمسخ قلبه. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. ما هي الأمور هذه الثلاثة التي ذكرها؟ الأول الغذاء الذي يحفظ له القوة، الثاني استفراغ المواد التي تؤذيه أن يستفرغها وأن يخرجها، الثالث الحمية من الأشياء التي تؤثر عليه، وهذه هي مذكورة في القرآن الكريم. فالذنوب إذا وقعت أثرت ولا بد وقد تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. قال: وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. الناس أحيانا ربما ذكروا أن بعض الأغذية لها فوائد كذا وفوائد كذا، فيأخذون بها ويعني يتنافسون على شرائها، ولهم ذلك، هذا شيء أباحه الله حفظا لصحتهم. فالذنوب هي التي تدمر. قال: فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض، وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته، أو بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. وهذا صحيح. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. هذه فائدة
لو كتبت بماء الذهب لكان الذهب رخيصا فيها. نعم. من المعاصي خشية النار، كلام واضح يعني، بمعنى يعني حتى لا تقعوا فيها وربما دخلتم بسببها النار. طيب، هنا حفظ القوة بامتثال الأمر، الأوامر تمتثل، الحمية تكون باجتناب المعاصي، استفراغ التخليط يكون بالتوبة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ثم قال والله المستعان. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.